عودناكم على التنوع في برنامج مساء الخير كويت، من الطقس إلى الجانب الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها في المنطقة، منطقة الخليج وبالتحديد في الكويت، والوضع الاقتصادي على الأفراد والشركات بشكل عام. راح يكون طبعا هذا المحور ومحور حديثنا مع الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد رمضان. حياك الله معنا وشكرا على قبول هذه الدعوة. الله يخليك، شكرا، مشكور على الاستضافة. مساك الله بالخير وحياك الله معنا. مساك الله بالنور. بداية حابة بس استفسر منك بخصوص التضخم العالمي الحين اللي مثل ما احنا شايفينه صاير، شنو هذا تأثيره على الفرد أو المجتمع ككل؟ شوفي، احنا التضخم جاينا من برا، احنا بطبيعة الحال نستورد من برا بضائع كثيرة، يعني صحيح، خاصة بالأغذية 90% ممكن من الأغذية أو أكثر، هذا كله تضخم. لكن مع الإجراءات اللي صارت لا ننسى أن أسعار الكهرباء ما زادت عندنا، يعني سعر النفط ارتفع، سعر الكهرباء ظل مثل ما هو، عندنا التموين لا يزال موجود، عندنا ضوابط وزارة التجارة أن حتى منتجات في تنباع في بلد المنشأ أغلى منها في الكويت نفسها، فتشوفين مثلا ناس تي من البلدان المجاورة يشترون منتجات هذه نعم الوصمات أرخص، عندنا ضريبة القيمة المضافة والانتقائية لم يتم إقرارها، فبالتالي احنا عندنا ميزة أكثر بالنسبة للتضخم من باقي دول مجلس التعاون اللي أقرر هذه الضريبة. ففي مزايا كثير، التضخم أيضا حمحاشنا، وبالتالي احنا اليوم عشان نعالج، إذا بنحافظ على مستوى المعيشة للأفراد نفسه مضطرين أن نزيد علاوة غلاء المعيشة نفس ما حدث في السابق. علاوة غلاء المعيشة يستلمها الموظف في القطاع الحكومي، الموظف في القطاع الخاص، والمتقاعد أيضا، فالكل يستلمها بلا استثناء. زيادتها بمبلغ ثابت تخلي اللي راتبه أو دخله الشهري معاش التقاعدي أو راتبه واطي يكون نسبة هذا المبلغ عالية بالنسبة له، فتساعده أكثر. اللي دخله عالي جدا راح تكون هذه النسبة قليلة وما راح تفرق وياه. في نفس الوقت ما راح تسبب ضغوط تضخمية كبيرة، لأن هذه أساسا موجودة لعلاج التضخم اللي حصل. صح. يعني اللي راتبه عالي راح يشوفها مبلغ صغير ما راح تفرق وياه شيء، واللي اصلا راتبه منخفض راح يشوفها بس تعيشه مثل عيشته اليوميه. فلازم نركز على هذه النقطه بدل ما ندش في مواضيع يعني اكثر. هذا بخصوص دور الدوله، ولكن دور الافراد مهم مع هذه التغيرات العالميه باسعار السلع وهذا التضخم، وانتم دائما كخبير اقتصادي وتتحدثون دائما عن المصاريف ويجب ان يكون هناك يعني اعتدال في عمليه الصرف، ونحن الان في اوضاع مختلفه عن الاوضاع السابقه. الأسرة شو مطلوب منها؟ الأفراد شو مطلوب منهم مع هذه التغيرات والتحولات العالمية مع هذه الزيادة للأسعار؟ يكون واعي أكثر. يعني الحين أنا مثلا قلت لك الكهرباء ما زادت، البنزين ما زاد، أنت في أشياء تكون واعي أنه ما زادت، فلا تسمح لأحد أنه يستغلك ويرفع عليك سعر وأنت تدري أن مكونات التكلفة عنده ما زادت أكثرها. يعني في أشياء مدعومة، في أشياء ثقافة المستهلك. المستهلك الحين مثلا أنت تروح محل، المحل رفع عليك سعر منتج معين، صحيح تصير قاعد نشوف، إذا في بدائل للمنتج هذا لا تصر عليه، لا تصير لا مبالي هم في نفس الوقت، يعني أنت باللا مبالاة هذه قاعد تخرب على غيرك. صح. إن تخلي تاجر كذي بس يرفع الأسعار بشكل غير مبرر. أعتقد هني تي دور لجنة جهة اللي هي وزارة التجارة وحماية المستهلك. ما في جهة، هاي المواطن هو نفسه لازم بنفسه. مطعم يقدم سندويشة معينة، وزارة التجارة ايش علاقتها في السندويشة هذه؟ يعني يقدر يقدم شكوى مثلا وزارة التجارة. شكوى ليش؟ هو بهذا السعر ما تبي لا تاخذ. عرض وطلب في النهاية، بس المشكلة ان الناس قاعدة تمشي على امور ما لها داعي. في نفس الوقت عندنا هبة، يعني انت تشوف الناس تبي كلهم يتجهون حق نفس المنتج في نفس الوقت. صحيح. السلوك هذا لازم يتغير، يعني مو معقولة الطريقة هذه، كلهم فجأة يبون نفس نفس الأكل، نفس اللبس، نفس العطر، نفس، خلاص ما يصير يعني، فتشوف الأسعار تزيد. أنت دخلتنا يعني هذا لازم نتقف أعتقد الفرد. إيه الفرد تثقيف إنه شلون يصرف فلوسه، سلوك يعني إذا زاد عليك السعر قاطع لا تشتري. هذه ما عندنا، هذه ثقافة المقاطعة. تذكر هاي خلوها تخيس مالت سمك. يعني نحتاج الى، يعني هذا كلام زميلتي دلال ايضا الاستاذ محمد، نحتاج الى ان المواطن يجب ان يكون واعي
ومثقف ثقافة كاملة بأنه هو يستطيع أن يردع أحيانا هذا الجشع. أكيد بهذه الثقافة العالية قاعد نتكلم. لا تلوم الحكومة والارتباط الكامل مع الجميع، ما يكون شخص أنت ذكرت أنه غير مبالي. إحنا هذا مشكلتنا أحيانا بعض الأفراد، ونضع تحت بعض 20,000 خط، أنه أحيانا يكون غير مبالي، هذا ارتفعت مو فارقة معه، ولكن بعض الناس يا أخي طبقة متوسطة يتضرر. صحيح. يبي يصور عشان يحطه بإنستغرام وسناب شات، يبي يصور المنتج إنه شراه وإنه غالي، يعني هم صار يعني يصير مشكلة أخرى يعني تصير المسألة زيادة، يعني قاعد تخليه يتشجع إنه يرفع عليك السعر زيادة وزيادة. إنزين مع توسيع الحين، تكلمنا الحين عن المنتجات والسلع، الحين هي على البيوت والأراضي الإسكانية. هذه مشكلة ثانية، هذه يعني المسألة تختلف تماماً. اللي قاعد يشترون أكثر، اللي قاعد يشترون الأراضي مو بالضرورة هو يبي يسكن فيها، ممكن يبي يستثمرها، ممكن أرض ثانية، ممكن كذا، يعني ممكن بس يشتري ويخليها عشان يرتفع سعرها، يسمونها لاند بانكينج. فهذه الظواهر لازم ما نشجعها. شلون ما نشجعها؟ نقر قوانين، نطلب من مجلس الأمة إنه يطلب قوانين معينة. ما في دعم إلا لبيت واحد لكل أسرة، دعم كهرباء وماء، راح تشوفين انخفاض كبير، فجأة انخفاض يصير كبير. المناطق الجديدة بس لمستحق للرعاية السكنية، ما يقدر حتى لو ببيع ما أبيع إلا على مستحق الرعاية السكنية. تتغير الراتب بالكامل. أنا هو دخول استثمار شركات مع شركات، هذا مشكلة عندنا. إيه مو شركات، ترى هي واضحة العملية. لا أنت عندك يعني العقار السكني يطلع فلوس وايد، عوائده جيدة، أسعاره في ارتفاع، الطلب عليه عالي أكثر. من المواطنين اللي يستلمون رواتبهم من الدولة. العقار الاستثماري الوافدين أكثر، رواتبهم أكثرها من القطاع الخاص مو من الدولة، الموضوع مختلف تماما. فالعقار السكني له مزايا أنه قليل المخاطر ومرتفع العوائد، وبالتالي يجذب المستثمرين. أنت تبي تحد من جذب المستثمرين هذا، تبي تخليهم في مناطق معينة، تبي توخرهم على مناطق أخرى، تقدر تتخذ إجراءات، ولكن القوانين لازم تطلع من مجلس الأمة. فعلا هذا الموضوع كبير جدا، يحتاج الى حلقات استاذ محمد فعلا، وان شاء الله نكون معك في حلقات اخرى نشرح مثل هذه الامور، خاصه كل قضيه وكل محور، المحور السكني بروحه والمحاور الاخرى. فبارك الله فيك بوجودك معنا في هذا البرنامج. كل شكر والتقدير للخبير الاقتصادي محمد رمضان. اليوم وزاره التربيه تؤكد ان النظام التعليمي عاد بنظام التربي، وان نظام التيمز هو للتدريب والاستعداد في حاله الطوارئ، واليوم عادت الانشطه المدرسيه لابنائنا الطلاب. زميلتي لها فعلا، حيث انعكست عودة التعليم بنظامه التربوي على أدائهم التعليمي، ومنطقة العاصمة التعليمية وقياداتها ومدراءها ملتزمين في تفعيل هذه الأنشطة بشكل يعزز مفهوم تفريغ الطاقة لتلاميذ، وخصوصا في مرحلة الابتدائية. مدرسة صفية ابن ثابت في مدينة جابر الأحمد ومديرة المدرسة تحديدا عواطف نواف الشمري جسدوا هذا العمل والنموذج بعد غياب استمر سنوات بسبب جائحة كورونا. خلونا نشوف هذا التقرير مع زميلتنا ريم التيتون.